سمعك بخوتي لما كنتم وحيثما وجدتم، نسلم عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او في الخارج. اليوم رانا في حي برباس، راح معكم ابراهيم. السلام عليكم خويا ابراهيم. سلام، شلونكم لاباس؟ الله الحمد لله. وانتم خونا ابراهيم؟ الناس راهم يشوفوا فيك، ولات حومتك، ولات جي اصحابك، جيرانك، اهلك، واش تقول لهم؟ والله نسلم عليهم قاعدتك، زاير كومبلي قاعدتك، الشرق الغرب قبيل الشاويه كاع بارتو. رانا في فرنسا، ولا رانا مع رانا كيما يقولوا عايشين الحمد لله، خدامين كيما حنا كيما الناس. بالنسبه انت مغترب هنايا خويا ابراهيم، واش تحس في الاعياد، المواسم، رمضان، واش يحس المغترب بصفته كمغترب؟ حاله الغربه، يقول لك غربه مره. من الغالب حنا ما جيناش كيما يقولوا، ما جاتش كيما يقولوا، كنا بيان عايشين. صحيح خويا لاباس، ربي يحفظك. في كنا في ازمه في الجزائر، كانت عشرة السوداء هذيك، كنا مشاكل كذا. الحمد لله دوكا الجزائر مليحه. حنا رانا جينا لنا غربه، غربنا باش نديروا مستقبل لحياتنا ان شاء الله. خويا ابراهيم انت شاب ما شاء الله، واش تنصح الشباب اللي كيما انت؟ ان شاء الله لي جان تاعنا تاع الجزائر، ان شاء الله كيما يقولوا، ان شاء الله يزقموا روحهم. رانا كيما يقولوا صحاب بزاف في الجزائر، بزاف ولات الحقره، ولات المشاكل، ولات بزاف صوالح. ان شاء الله نقول لهم ربي يهدينا ويهديكم. امين امين. فهمت، وان شاء الله كل واحد يسامح خوه. والمحبه مليحه، المحبه بيان سور، ما تنساوش كيما يقولوا واحد لوالديهم، والديهم هما الصح، دعاوي لوالديهم. وربي تحبوا خوتنا الجزائريين في بلاد العالم ان شاء الله كيما يقولوا، يتحبوا ان شاء الله، تزقم هذيك البلاد ان شاء الله، وتنحل الفساد هذاك في البلاد. هذا ما كان، احنا متمنيين هذاك الشيء ان شاء الله، انها تزقم البلاد وندخلوا بلادنا عليها، ونقعدوا لهنا حياتنا كاع حنايا. هاهم جدودنا جاوا هنا وعاودوا ولاو، على بالهم باللي ما كاين، ما كاش هذه البلاد، ماشي بلادك، بلادك هي اصلك وين جيت. خويا ابراهيم الله يوفقك ان شاء الله، ويوفق خوتنا كاع في كل بقاع العالم. خويا ابراهيم شحال عندك وانت هنا في عندي بخاز دو 13 ans 13 سنه. تهبط البلاد ما تهبطش؟ سي نهبط شحال مره على كل حال. راه شوف ولاد حومتك يشوفوك، اهلك يشوفوك، وخاصه الوالدين. الوالدين بيان سور، الجزائر كاع هذيك هي بلادي، هي حومتي، هي اصلي، هي كلش، وديما في قلبي على كل حال. تسوى 48 ولايه خويا، نسكن في حي باب الواد نسكن في حي حراش سيتي يخرج او لا غر يخرج. المهم انا على كل حال هذه تكون في الحراش. باسكال ورا باسكال، بجره هذا ولد يعرفونا بجره. كنت فيها السمانه اللي فاتت. انا الويكاند هذا كنت تما، والله كنت تما انايا. اسكون في كيما فرنسا، حيك الله يبارك على كل اي شعبي، واد قريش، واد قريش. كاينين ما عندناش دوك هذه الجهويه عندنا حنا، الحمد لله الحمد لله. الاخرى عربي لا غير ندير الجهويه وريا، ما عندناش الحمد لله. ما كاش كاع خاوه والله غير كيف اللي قال البجره مولوديه مولوديه، لكن مولوديه كاين اليوم ما كيسير بيه 48 ولايه كل واحد كيفاش بلادنا. ما كاينش نطلب من الشباب الهجره مليحه، الهجره والله غير مليحه، الهجره الهجره وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله كاع ارواحه، ما في هذيك بلاد والله العظيم، غير ما يشقاش. نطلب من اللي جان تاوعنا، اللي من 20 25 بار، من 30 تحتها، من 30 تحتها، طلب لهم الهجره. والله العظيم غير الهجره. انا نقول لكم انا مليحه الهجره، انا راشد الكاس والله، ماذا بينا غير يربح. قولوا احنا ماذا بينا، انسان هذاك مثقف وعنده كيما يقولوا مبادئ، ان شاء الله كيما يقولوا ما يغروش المال ان شاء الله. انا ماذا بينا يحب لي جان، احنا نحبوا واحد اللي يحب الجزائر، مي على بالي باللي ما يخليوهش، على بالي باللي مسكين. واش تحب تشوف الجزائر انت، حاجه تسقم في الجزائر، واش هي الحاجه اللي تحب تحس تسقم، يعني مهمه في البلاد؟ في تسقم البلاد، اه تسقموا لي زوبيطو هذوك تاع السبيطارات، تسقم الجزائر.
هذا ماكر ترنقية نوع العقلية العقلية ماكر. لازم العقليات سبيطار العقلية. نحن عرنا سبيطار كبير في الجزائر سبيطار كبير زقم سبيطار صغير يزقم سبيطار كبير ربي يحفظكم خوتي كما قالوا الأخر بطايا هو تعزيتها علينا وانت تعطيني برطمة تعطيني سكونة تعطيني طار بطايا هو تعزيتها علينا كما قالوا نوع لازم تبدل العقلية العقلية لا من دبينا ما قلنا لك شاطينا يا أخويا هنينا كل ادو معاكم الجزائر ادو معاكم هنونا برا هذا ما نو الحمد لله اللي اقتدرت معاهم عندنا الحمد لله عندنا اوراق انا نحطوهم عند العون قلنا لك هذا البريزيدون تاعنا بوتفليقه حنا ثاني جينا بلا اوراق جينا بلا سوبر لا كيما نقولوا انا عمري ما تلاقيت به عمري ما شفتو ما شفتوش يهضر عمري ما شفتو انا كي تشوف تحب تكره الجزائر انا نحب الجزائر نطلع الكونسيلا تكره الجزائر شوف الجزائر تما في القنصليه تشوف انت تكره الجزائر كاع تولي ما تقول ما ماشي بلاد حقرا عيناني ما كارطني باش يمدوه لك بالطارطني تروح تخدم من تما بيت روح نخدم من تما قال لك وليد من انت انا كونسيل قال لي انت وليد من هكذا انا وليد زواري يا اخويا ربي يوفق ان شاء الله اخويا الحمد لله ما جبنا باسكال 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 بعدي شوفها يقول لي ما جيتش باسكال عنده زوج دراري ربي يقدركم خاوتي تخاووا وربي يحفظكم قاعد في كيما يقولوا صحاب الغربه قاعد الداخل والخارج صحاب المسلمين قاعد الغربه هذه راهو نديرك هو خونا مراد هذا مراد هذا يا حبشي بان اي فقير اي مراد خونا مراد انت قلنا بعد درداش ابراهيم ها ودخل مراد السلام عليكم ايها الاخوه في ارض الشتات في ارض الشتات لازمكم تروحوا تشاركوا في الانتخابات مهمه جدا علاه وانتخب لازمكم ما تشاركوش في الانتخابات وتحوسوا على الجزائر تكون مليحه انتم ما تقدموا حتى شيء لا 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 خليه يقول وش خليه يقول حبيبي اصبر لازمكم تروحوا تشاركوا في الانتخابات ما لازمش تخلوا الجزائر هكذا كيف اي واحد يقدر يجي لها ومرة ديرونجيوه لازمكم تشاركوا في الانتخابات لازمكم اذا كان انتم ما تشاركوش في الانتخابات هما يقدروا يزوروا يقدروا يطلعوا الانسان اعمى ونقعدوا احنا دائما نبكيو لازم هما راهو يشاركوا في الانتخابات لازم هما ديرونجيوه نقولوا اسيدي راهم ظلوا نعاودوا فيها نقولوا راهم داروا التصوير راهم داروا التصوير خير ما نقعدوا سانتي لان مستقبل ابائنا وابنائنا شوفوا المستشفيات نتاعنا في الجزائر كيفاش راهم دايرين باسكو لا لاننا عمرنا لا نروحوا ندافعوا الحقوق نتاعنا حنا الخدامين اللي راهم يخدموا في الجزائر يخلصوا لي كوتيزاسيون نتاعهم ويروحوا للسبيطار يلقاو ما يمشيش مليح لازم يروح لعند واحد برا علاش ما يروحش يداو في لوبيتال باسكو خاطر جامي يروح يدوموندي حقهم حنايا نقعدوا نستناو كشما واحد يكون عايش لهنايا في فرنسا ولا عايش في لونجلتير يحب يهبط للجزائر يديروا له طابيروج يلقى سبيطار مليح يلقى جامعه مليحه هو ما يساهم فيها والو لازم كل انسان يساهم في البلاد هذه بما يقدر الانتخابات لازمكم تروحوا ولازم ما تخلوش الناس هذو اللي راحين يتاجروا بكم ما تروحوش لازمكم تمشوا الانتخابات مش ممكن ابدا لان كي قطع الانتخابات الشيء ما راح يتغير هذا مش ربي يحسن حال البلاد ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك سعيد فيك محمد يا خوتي في روحكم تحياتي نقولوا كلمة اخونا باب الواد هيا اخويا هيا السلام عليكم ربي يحفظك امين السلام عليكم خوتي تحياتي لكم من كل الاخوات في كل قارة العالم ان شاء الله تحيا لونتي كابي كاين حتى اضافه اللي حبيت نقولها لكم أو كاين حاجة حبيت نقولها كاين حاجة حبيت نقولها قول قول أخويا مهدي الناس اللي راهم هاجروا لكندا ولا لفرنسا ولا لإنجليز هل كاس ما غيروا في المجتمع يا أخي كاين بلاد هكذاك أمريكا كل قارة أرض الشتات يا مهدي شنو يسمينا أرض الشتات؟ أسمع الجزائريين هذو اللي راهم راحوا لهنا يا أخي كاين فرنسا كيما راهي مخدومة ودخلوا فيها ليك الله يبارك دخلوا في البلاد هذيك كيما لقاوا وش الاضافه اللي قدروا يضيفوها فيها ربي ان شاء الله يوحد قلوب خويا مراد الله يبارك شاركوا في الانتخابات سورتو الانتخابات شي مهم تاكد لي على الانتخابات